يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هم شو قالوا؟ شو قالوا لموسى عليه السلام؟ قالوا له يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فأن يخرجوا منها فإن عجيب. انتبهوا، وردوا كرروا كمان شوي شو قالوا، يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. يلا خرب بيتكم، هو الله بده يدخلكم على الأرض المقدسة ليش؟ انتبهوا الآن، هو بده يدخلكم على الأرض المقدسة ليش؟ شوفوا الآن، هذه مهمة كثير، هذه مهمة كثير، لأن انطبقت علينا في القرن العشرين، اضطهدتهم الأمم الأخرى وصار مسوغ إنهم يدوروا لهم على وطن مشان يقويهم، مسوغهم اضطهاد الآخرين لهم. بعدين قال لازم يخرجونا مشان يقعدوا فيها، هو جايبكم مشان على الأرض المقدسة موسى عليه السلام مشان تخرجوا البشر. الصحابة لما جوا بجيوشهم اقتحموا العالم القديم، لا يكون اقتحموا العالم القديم مشان يطردوا الشعوب من أراضيها، هيك عملوا الصحابة ولا اقتحموها مشان يقضوا على لحظة على 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 النظم هذه الدكتاتوريات الجبارة اللي كانت تضطهد الناس وتحول بينهم وبين الحق. كان الإسلام يسقط الأنظمة ويترك الشعوب، يسقط الأنظمة يترك الشعوب تختار، لأنه على فكرة الأنظمة القديمة كانت ما تقبل إطلاقا إنه الشعوب تختار دينها، بده يغير. احنا سبق ضربنا مثال في زمانات هنري الثامن، هذا هنري تبع بريطانيا، لما اختلف هو البابا، كان مزواج، ما هو هنري هذا مزواج بيتزوج كثير، والبابا ما بدوش يسمح له، قال له بغير انا ديني، شو بدك في الشغلة، فغير دينه من الكاثوليك للبروتستانت، ومن يومها بريطانيا كلها بروتستانت الا شوية هذول ايرلندا، هذول المضطهدين كاثوليك، ما هم مضطهدين لانهم كاثوليك، انتوا بالكم شو. هنري خلاص، هنري مدام ما عجبش البابا خلص هاي غيرنا، هاي صرنا بروتستانت، الشعب البريطاني كله بروتستانت. هيك كانوا يتصرفوا في الشعوب، هيك كانوا يتصرفوا في الشعوب. فبالتالي الإسلام لما جيوش الصحابة كانت تقتحم، لأنهم بيؤمنوا بإنسانية الإنسان، ممنوع لأي لأي حاكم يتسلط على رقاب الشعوب، فكانوا بيسقطوا الأنظمة وما أجبروش واحد على تغيير دينه، وهي الصح. بدكم أهلا وسهلا، الآن فيش اضطهاد، هم الوحيدين عبر التاريخ كله اللي حكموا وما أجبروا واحد. فموسى عليه السلام بده يدخل الآن الأرض المقدسة، ليش؟ صوروا موسى يقود، يعني أخرج هذول الناس المضطهدين من مصر. طب أنتوا كنتوا مضطهدين وهي أخلاقكم وغلبتوا النبي عليه السلام، ومطالب ومش مطالب، وإلى درجة مرات أرنا الله جهرة وأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، وبعدين الله سبحانه وتعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وعملناكم ها؟ بدهم مش يصبروا على الجبارين شوية، لازم الجبارين يخلوا الأرض. ونفس الشيء هذا اللي عملوه هم على فكرة، ليش مخرجكم مش بالكامل؟ ما كانوش قادرين يسيطروا، لأنه انتبهوا الآن، لأنه أصلا تسلموا البلاد تسليم من كل الجبهات. صح، هم كان جايين تقريبا مستفيدين من الحرب العالمية، أكثرهم كان مشارك مع الدول المختلفة هاي في الحرب العالمية، يعني متدربين في حرب عالمية، ومع ذلك هزموهم العرب، هزموهم على فكرة العرب، هزموهم والجيوش، الجيش العراقي وصل البحر، والجيش الأردني وصل البحر، والجيش المصري كذلك، وما ظلش إشي. عملوا الهدنة الأولى بتاريخ 10/6/1948، عملوا الهدنة الأولى، من الهدنة الأولى للهدنة الثانية أعطوهم نفس، جت أسلحة وجت
ومش بس هيك، وقرارات انسحاب لما صار قتال ما صمدوش هدول اللي جاييننا، لما صار قتال اللي جاييننا متدربين في الحرب العالمية مشاركين، أبوتكم وأجدادكم بالبواريد البسيطة هزموهم ووصلوا البحر، تمام؟ وكانوا اليهود جيشهم 3 أضعاف جيوش العربية كلها، 3 أضعاف، والجيوش العربية دخلت لأنه كان قيادتها جواسيس مشان يقلموا أظافرنا ويخططوا. طيب، وعلى فكرة لما قامت إسرائيل قامت بانسحابات، انسحبت الجيوش هاي كلها وسحبونا معهم، سحبونا معهم وحددوا لهم. ما كانوش قادرين على فكرة اللي بيسموها حدود 67، ما كانوش اليهود قادرين يسيطروا عليها، استنوا عليهم عبين ما صاروا قادرين وقالوا وكملوا لهم الباقي. هذولاك برضو قال ايش؟ قال ما ندخلش الا تطلعوا منها. هذول ما قدروش يطلعونا منها، استخدموا اساليب كثيرة في تطليعنا منها. في الاول ما فيش قدرة، بيملكوش اصلا هم قدرة، كل قدراتهم من عند الجماعة اللي لحد الان بقتلوا الشعوب قاعدين. الجماعة هذول اللي بقتلوا الشعوب هذول هم اللي اصلا هم اللي حافظوا على وجودها، وبغروك بشوية هيك شعارات، بغروك وبيبيعوك وهم بشعارات شعارات شعارات شعارات، وفي الاخير ما بتشوف الا مبيوع مبيوع. لو انت الامة يعني بدها تظلها على فكرة مسلمة دقنها، لو انت لو انت لهذول الناس. لذلك هم ليش بقتلوا البشر زي ما قلنا؟ البشر لما بدها الان تملك نفسها، بدها تملك نفسها، هم بدهم مش تملك نفسها. اذا ملكت نفسها انكشف كل الطب، كل المسرحيات انكشفت وادركت الام انه لديها قدرات هائله وقادره تصنع كل شيء. هم بدهم مش انك تكتشف اصلا قدراتك انت وتعرف مين انت وتعرف مين الاخر. ما انتوا شفتوا الاخر، جرب حاله شويه في غزه مرتين، بغزه هالقد اللي هالقد هاي اللي بتجيش قد محافظه الخليل، الارض المبسوطه الساقطه عسكريا، المبسوطه الساقطه عسكريا هاي تصمد وهم قطعوا هالجبال هاي كلها. كيف يعني كيف يعني؟